إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد، والإعجاب بالفيديو، وشكرا. من ملعب البشير بالمحمدية اللي كيحتضن المباراة من مباريات كأس التميز، فريق شباب مسيرة الذي يواجه فريق الوداد الرياضي البيضاوي، الجولة الرابعة يعني المجموعة الخامسة. فريق شباب المسيرة ممثل القسم الثاني، والذي حقق انتصار واحد خلال الجولة الثانية أمام شباب سوالم الرياضي بجوج الأهداف مقابل هدف واحد، بينما مني بهزيمتين خلال الجولة الأولى أمام الوداد والجولة الماضية، فانهزم عن فريق شباب سوالم الرياضي بهدف للا شيء. تالي يبحث عن نتيجه ايجابيه خلال هذا اللقاء وخلال هذا من خطوره متواصله. بيدرو اندريكي الراسيه من سيف الدين بوهره، ولكن الكره سهله عند الحارس علي القروني. كانت فرصه ومحاوله اللي فادت فريق الوداد. انطلاقه ديال كريم الهاشمي، ممتاز منير هباش، كيرجع كرة كريم الهاشمي. الهاشمي المراوغة دائما فرصة، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تسديدة ولكن الكرة مشات بعيد. عبد السلام الفقير هو اللي سد جو لاعبين موهوبين. هذه فرصة محاولة في فريق الوداد، يمكن تسديد فرصة مرة جانبا، محاولة خطيرة في فريق الوداد اللي كان قريب تسجيل الهدف الأول. كرة مرات جانبا بواسطة لاعب بيدرو خلال هذه الجولة الأولى، ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، الكرة في القائم والهدف. هدف الأول لفائدة فريق الوداد بواسطة العميد عبد المنعم بوطويل. عبد المنعم بوطويل كان في المكان المناسب، كيتمكن من أنه يوضع الكرة في الشباك، وأولى الأهداف ديال هذه المباراة حدود الدقيقة 14 لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي. وجات من كرة ثابتة نفذت بشكل جيد، كان ارتقاء الكرة بالرأس تطمت بالعارضة، و المتابعة كانت حاضرة تابعوا التمريرة الرأسية كانت ممتازة. ثم المنعم بطويل في المكان المناسب. فريق الوداد من الجهة اليمنى سانشيز، سيف الدين بوهره لاحظوا غير المكان ديالو من الجهه اليسرى للجهه اليمنى. تمريره ممتازه، هذه فرصه ومحاوله، كره خارج ارضيه الملعب. كانت المتابعه ديال عمر روصافي. المغربي فاز على الراك بجوج لواحد، نفس النتيجه بالنسبه لكوكب مراكشي. كذلك الفوز للحاسيس اكادير امام جيش ملكي بجوج صفر، وانتصار ديال فريق الرجاء خارج ميدان امام المغرب تطواني بهدف ليلا شي، وفوز كذلك ديال النهضه البركانيه اللي كان امام المغرب فاسي بثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد. واولمبيك اسفي خارج ميدان امام شباب محمدي بجوج صفر، نفس الشيء بالنسبه لاتحاد توركا امام اتحاد طنجه. وراء الكره اللي اكيد لعبها بالراس، هذه فرصه لفائده فريق الوداد، هناك خطا، خطا على حكم كيبنى، خطا لفريق شباب مسيره. كان انطلاقه ديال تيمينو ميلولا لاعب جنوبي افريقي لسيرة. تمريره داخل منطقه الجزاء، خروج الحارس، خروج الحارس عمر اكسداو امام اللاعب كريم الهاشمي. امامنا اللاعب السابق للدفاع الحسن الجديد المغرب الفاسي، وكذلك كان لعب لفريق يوسفيه برشيد اللي غادروا الدوري الاحترافي الثاني. علي القروني، القروني تمريره يعني كانت صعبه، كان على القروني انه يعني اختار سهل على الاقل يخرج الكره. التمريره ما كانش بشكل جيد، لو وصلت احد لاعبي فريق الوداد فاعتقد انه كان بامكانه تبعو هدف ثاني. سيف الدين بوهره، بوهره كيمرر، هذه فرصه تيبيلو، تدخل علي القروني، تيبيلو مايلولا كان بامكانه يسجل الهدف الثاني، كان وجه لوجه مع الحارس علي القروني الذي يتالق في الكره الاخيره، والتدخل كان ممتاز للحارس علي القروني الذي يتصدى لهذا. عمر فاروق روصا في تمريره لتيبيلو مايلولا، تدخل الحارس علي القروني بالرجل ديالو قطع هذه الكره، ومراوغه ممتازه. حكم كيبان خطا، ومراوغه ممتازه، حكم كيبان خطا، خطا لفائده فريق شباب مسيره. تدخل ديال عمر الفاروق لفائدة فريق الوداد، هناك إمكانية التمرير على المستوى الجهة اليمنى، مايلولا يسدد ولكن كرة ضعيفة. في الوقت كان بإمكانه أن يمرر على المستوى الجهة اليمنى، كانت هناك انطلاقة ديال عمر فاروق روصافي، مايلولا فريق شباب المسيرة بواسطة لاعب حمودي الفيلالي. الفيلالي يعني كان بإمكانه يمرر أمامه ثلاثة ديال اللاعبين. من الجهة اليسرى لعبت الكرة الرأسية، كان ارتقاء ديال أيوب أجابوب، والحكم يمنع خطأ لسيف الدين بوهره، خطأ لفائدة فريق الوداد.
مستوى الجهة اليمنى إمكانية التمرير، رفعت الكرة، رأسية تدخل وإبعاد الخطورة من طرف سيدي غالي عبد الله يدخم وليدخل في الكرة الأخيرة كانت إمكانية العرضية داخل منطقة الجزاء، دي فرصة تسديدة كان تدخل وإبعاد الكرة، كانت فرصة بواسطة حمودي الفيلالي اللي سدد بكل قوة الكرة تطمت يعني بدفاع ديال فريق الوداد وتغير المسار ديالها، كان بإمكانها تكون خطيرة على مرمى. كاين فتح الشرط داخل منطقة الجزاء، تدخل إبعاد الكرة استعدادا لاستحقاقات كيد القارية المقبلة للاعبين المحليين فريق الوداد. هناك 6 ديال اللاعبين الحديث حول محمد مفيد وأسامة الزمراوي، نسيم الشادلي، مهدي مبارك، طه مريد وكذلك وليد ناصي، كلهم كيتواجدوا. تعود المحاولة من جيل من تشيميلو مايلولا ولكن الحكم كيطلب مواصلة اللقاء، كان تدخل ديال اللاعب محمد كنتاوي. هذه فرصة محاولة لفتة فريق شباب مسيرة وإمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء، تعود الفرصة محاولة دائما بواسطة لاعب حمودي الفيلالي. الفيلالي فريق شباب مسيرة تلعبات كرة، هذه فرصة أبو نعيم بوطويل، تدخل والحكم كان خطأ. هذه فرصة لبحث الإمكانية التمرير، تدخل علي القروني دائما خطورة متواصلة والهدف الثاني، هدف ثاني لفتة فريق الوداد، هدف تاني بعد التمريره المتابعه ديال اللاعب بيدرو انريك بيدرينيو دي اسيس اللي تمكن تاني لفائده فريق الوداد. كره اللي تلعبات بشكل ممتاز من الجهه اليسرى، تابعنا العديد من المترابطين. بورا بورا شو يعمل بورا، دخول داخل منطقه الجزاء، تدخل الحكم لم يعلن شيء، كانت المطالبه بالخطا وبضربه جزاء، الحكم لم يعلن عن اي شيء. ترجع بدات فريق الوداد اسماعيل بن خطيب، هذه محاوله نتابعوا تسديده مشات فوق المرمى بواسطه لاعب بيدرينيو، كانت لاعب محمد القصيبي. اذا الحكم غادي يمشي الان يعني تابع الصوره وسيتابع اللقطه وتدخل تقنيه الفار في الكره الاخيره، هل هناك ضربه جزاء لفتاه فريق الوداد في هذه الدقائق؟ اذا ضربه جزاء، ضربه جزاء لفتاه فريق الوداد. إذن التدخل اللي كان أمام الحارس علي القروني والهدف الثالث، هدف ثالث لفائدة فريق الوداد بواسطة أرتور سانشيز اللاعب البرازيلي الذي يتمكن من إضافة هدف ثالث لفائدة فريق الوداد. لاحظوا الفرحة الكبيرة لسانشيز لتيمينو مايلولا لباقي اللاعبين ديال فريق الوداد اللي كيبحثوا على استرجاع كرة لاعبي فريق الوداد. هناك خطأ، هناك خطأ بالفعل، تدخل أمام زكريا غيلان وإنذار، إنذار إلى جانب بيدرينيو، بوشتا رفع الكرة ديال الرأسية، الكرة في المرمى وفي الشباك، هدف لفائدة فريق الوداد بواسطة زكريا مودين. زكريا مودين كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائدة فريق الوداد. تابعنا ارتقاء والرأسية، زكريا مودين كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائدة فريق الوداد داخل منطقة الجزاء. تمريرة من بوشتا في يدي الحكم، كان ضربة جزاء، كان هناك لمسة يد على المدافع أيوب أجابوب، الحكم لم يتردد في الإعلان يسعي للتنفيذ. شعيب في يدي يضع الكرة في الشباك، هدف خامس لفائدة فريق الوداد. إذن شعيب في يدي كيتمكن من تسجيل هذا الهدف، الهدف الخامس لفائدة فريق الوداد من نقطة الجزاء، 5-0 الآن لفتة فريق الوداد الرياضي.